السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشرح لكم فيه الفقره ديال التيني دان بويسونس، يعني من بعد ما شفنا البويسونس دان نمبر ديفينيسيون ديالها و كيفاش حتى كنقراو هاد لو نمبر ا اكسبوزون ان، شنو كنقولوا ليه كنقراوه؟ كيتسمى لينا واحد البويسونس، اوكي، ولكن كنقراوه A exposant n أو لا A à la puissance n. ومن بعد ما شفنا لي كا بارتيكولي اللي قلنا A à la puissance 0 est égal à 1، اوكي، وقلنا مثلا A à la puissance A est égal à 1، عاوتاني A à la puissance 2 كنقراوها A au carré، و A à la puissance 3 كنقراوها A au cube، اوكي. تري بيان، من بعد ما شفنا هادشي اليوم ان شاء الله غنشوفو سيني دان بويسونس او لا بالعربيه اشاره قوه. اشاره قوه كيف ما تلاحظوا في العنوان سيني دان بويسونس، سيني هي اشاره، بويسونس هي قوه، يعني اشاره قوه. تري بيان، شنو كتلاحظوا اشاره؟ دونك كنهضروا واش موجب او لا سالب، واش بوزيتيف او لا نيجاتيف، اشنا هو لي بوزيتيف ولا اشنا هو لي نيجاتيف. على من كنهضروا؟ كنهضروا على هاد الكتابه، هادي هاد الكتابه هادي، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. تري بيان، اول حاله غنشوفوا امتى كنقولوا راها بوزيتيف. امتى كنقولوا ا ا لا بويسونس ان راها بوزيتيف؟ تري بيان، عندنا ا ا لا بويسونس ان بوزيتيف امتى؟ امتى كنقولوا راه بوزيتيف؟ الا كانت اش، الا كانت هاد العدد ا بوزيتيف. مثلا 2 على بويسونس 5، 2 على بويسونس 5 في نظركم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. لماذا؟ لان لو نومبر 2 او هاد لا باز 2 راه بوزيتيف. تري بيان، مثلا موان 2 على بويسونس 5 واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. علاش؟ لان لا باز 2 راها بيان سور راها نيجاتيف. اوكي، تري بيان. المهم ما نتعمقش لكم بزاف، عندنا جوج، المهم عندنا جوج ديال الحالات. امتى كنقولوا راه ا على بويسونس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الحاله الاولى ملي كتكون عندنا هاد لا باز ا بوزيتيف، مثلا عندنا 2 بيان سور هاد ا على بويسونس ان او لا ا اكسبوزون ان راه بوزيتيف. اوكي، ا اكسبوزون ان بوزيتيف حيت ا راهو بوزيتيف. الحاله الثانيه غنهضروا فيه على ا على بويسونس امتى كتكون نيجاتيف، ولكن امتى كتكون نيجاتيف فواحد الحاله وحده اخرى غنهضروا فيها على الاكسبوزون كيف داير. واش اكسبوزون عدد فردي، ليكسبوزون عدد فردي او لا زوجي. دابا غنعطيكم مثال ونشوفوا الحاله الثانيه. الحاله الاخرى كنهضروا فيها على ليكسبوزون، اوكي، حتى ليكسبوزون كيلعب لينا دور في الاشاره ديال هاد القوه، ديال هاد البويسونس. اوكي، تري بيان. الا كان عندنا ان عدد زوجي، ان عدد زوجي، شنو هي عدد زوجي؟ يعني من مضاعفات العدد 2 او لا ملتيبل دو 2 او لا بير، كنقولوا ليه عدد زوجي بير بالفرنسيه. ان الا كان عندنا بير، اوكي، يعني زوجي، شنو هي زوجي؟ يعني من مضاعفات العدد 2، اوكي، يعني ملتيبل دو 2 شنو هي؟ 2 4 6 8 10 12، اوكي، من مضاعفات العدد 2. اوكي، تري بيان. الا كان عندنا بير من مضاعفات العدد 2، اوكي، يعني ملتيبل دو 2، اوكي، فان هاد ليكسبوزون راهو بوزيتيف. الا كان عندنا ان من مضاعفات 2 فان هاد العدد كله راهو بوزيتيف. اوكي، تري بيان. ولا كان عندنا ان بير لعدد فردي، شنو هو عدد فردي ليس من مضاعفات 2 وكنسموه ان بير؟ اوكي، امبير هي بحالاش؟ بحال واحد، اوكي، ثلاثة، خمسة، سبعة،
تسعه، 11، 13، 15، 17، 19 وغير ذلك، غير ما يكونش من مضاعفات العدد 2. كنقولوا ليه ا على بيسونس ان نيجاتيف. دابا غنعطيكم امثله. مثلا عندنا، ردوا البال، ا كنشوفوا ا نيجاتيف هي الاولى، ا نيجاتيف يعني ا على بيسونس ان كتكون نيجاتيف. عاد كنهضروا على هاد ان واش بير ولا ان بير، واش من مضاعفات اثنان او لا. تري بيان، الا كان ا نيجاتيف كنشوفوا ان مثلا ناقص 4 على بويسونس 2، اوكي موان 4 اكسبوزون 2. شنو كتلاحظوا؟ ليكسبوزون بير ملتيبل دو 2، اوكي دونك ناقص 4 اكسبوزون 2 فهو موجب. ردوا البال، ناقص 4، ها نتوما دابا نتوما وتخرجوا شنو هي ناقص 4 اكسبوزون 2؟ هي ناقص 4 مضروبه في ناقص 4، وعدد سالب في عدد سالب بطبيعه الحال قرينا هذا الشيء اوكي في النومبر ديسيمو غولاتيف. عدد سالب في عدد سالب فهو عدد موجب تساوينا 16، دونك موجب عطانا واحد العدد اللي هو موجب، دونك ناقص 4 اكسبوزون 2 راهو اوكي راهو موجب. تري بيان، نفترض عندنا ناقص 4 اكسبوزون 3، انتما كتلاحظوا عندنا الحاله الاخرى ناقص 4 اكسبوزون 3. يعني شنو الفرق بين هنا وهنا؟ هنا الاكسبوزون يعني ضعف ديال العدد 2 يعني زوجي، وهنا الاكسبوزون امبير فردي. تري بيان، هنا اوتوماتيكمون القاعده شنو كتقول لنا؟ الا كان الاساس او لا باز عدد سالب وعندنا ليكسبوزون عدد امبير او العدد فردي ليس من مضاعفات العدد 2، فان ناقص 4 على بويسونس 3 فهو عدد سالب. تري بيان، لماذا؟ احنا نحسبوها نشوف شحال تخرج لينا. ناقص 4 اس 3 شنو هي؟ هي ناقص 4 فوا ناقص 4 فوا ناقص 4. نمشيو بشويه علينا. تري بيان، ناقص 4 في ناقص 4 شنو قلنا؟ عدد سالب في عدد سالب فهو عدد موجب، اش غتعطينا؟ 16. وعاود نضربها في ناقص 4 اوكي شحال كتساوي لينا؟ عدد موجب في عدد سالب فهو بيان سيغ عدد سالب، وكنديرو 16 كنضربوها في 4 كتعطينا 64. ردوا البال، عدد موجب في عدد سالب فهو عدد سالب. تري بيان، ناقص 64. تري بيان، من هاد الخلاصه ديال الحاله الثانيه الا عندنا ا نيجاتيف ا عدد سالب. ردوا البال، حنا دابا كنشوفوا غير الاشاره ديالت ا على بويسونس ان. الا عندنا اسالب شوفوا الحاله ديالت اسالب هي ناقص 4 اوكي، ولكن القاعده شنو كتقول؟ امتى كيكون بوزيتيف او نيجاتيف هذا العدد كله؟ اوكي الا كان عندنا ا سالب نيجاتيف اوكي كنشوفوا ليكسبوزون اوكي. دابا كنشوفوا الحاله ديال ليكسبوزون. الحاله الاولى اللي شفنا قبيلات، شفنا ا موجب اوتوماتيكمون، الا كان ا موجب فان القوه كامله او البيسونس ديال العدد كله فهو موجب. الحاله الثانيه، الا عندنا لا باز ا سالبه يعني ا نيجاتيف اوكي، فان البيسونس ديالنا كامله مازال ما نحكموا عليها واش موجبه ولا سالبه، انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من ليكسبوزون. يعني هاد ان كنشوفوا ان واش بير واش عدد زوجي او لا امبير واش عدد فردي. اشنا هو بير؟ وهو من مضاعفات العدد 2. امبير ليس من مضاعفات 2 اوكي، بحال 3 5 7 اوكي. تري بيان، الحاله الاولى قلنا ناقص 4 اس 2، 2 عدد زوجي اوتوماتيكمون العدد كله راهو موجب. الحالة الثانية، ناقص 4 أس 3، 3 عدد ليس بزوجي فإنه عدد، فإن هذا العدد كله راه سالب. تري بيان، كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه القاعدة. هذه حنا غنعطيو أمثلة. مثلا عندنا المثال الأول 5
اكسبوزون 6 شحال كتساوي لينا؟ شحال كتساوينا في نظركم؟ واش هذا العدد موجب او لا سالب؟ اوتوماتيكمون غنقولوا موجب. لماذا؟ لماذا راه موجب؟ بوركوا اي لي بوزيتيف؟ باسكو لو نومبر 5 او لا باس 5 راهو بوزيتيف. فين ما كتشوفوا العدد التحتاني راهو بوزيتيف، اوتوماتيكمون العدد كله بويسونس كامله راها بوزيتيف. اوكي تري بيان، دونك هذا راهو بوزيتيف. بلا ما نزيد نحسب 5 في 5 في 5، المهم نحسبوها معكم. 5 في 5 شنو قلنا؟ كنقولها 6 مرات. 5 في 5 في 5 في 5 شحال كتساوي لينا؟ الكالكيول بيان سور، واللي ما عندوش الكالكيول بيان سور غيخدم. 5 كتساوي لنا 15625. 15625 اوكي. كتلاحظوا راهو بوزيتيف، بوزيتيف. ردوا البال، راه ما غاديش نشوفوا واش لو نومبر 6 واش امبير ولا بير، ما عندنا ما نديرو دابا بالاكسبوزون. علاش؟ حيت عندنا القاعده ديال لاباز راهو بوزيتيف. شفتوا لاباز العدد 5 راهو بوزيتيف، بيان سور بكل عدد كله راهو بوزيتيف. اوكي تري بيان. هنايا شنو كتلاحظوا؟ واش هذا دابا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ واش بوزيتيف؟ علاش بوزيتيف؟ القاعده شنو كتقول؟ عندنا لاباز نيجاتيف. اوكي لاباز عندنا نيجاتيف، ولكن شنو غنشوفو دابا؟ غنشوفو ليكسبوزون. دابا عندنا الحاله ديال ليكسبوزون، واش ليكسبوزون بير ولا امبير؟ بير يعني اثنان، من مضاعفات العدد اثنان، دونك العدد كله راهو بوزيتيف. احنا نحسبوه ونشوفو واش صحيح ولا لا. ناقص 6 مضروبه في ناقص 6. اوكي عدد سالب في عدد سالب فهو عدد موجب. اوكي كنديرو 6 6 هي 36، دونك بوزيتيف. لماذا؟ شوفوا ردوا البال، ناقص 6 اس 2 واخا كيبان لكم عدد سالب راهو عدد موجب. شفتوا راه عدد موجب، علاش؟ لان لاباز سالب وليكسبوزون ديالنا راهو بير، عدد زوجي. اوكي عدد زوجي، لان سالب في سالب كتعطينا عدد موجب. اوكي تري بيان. نشوفوا الثالثه، الحاله الثالثه شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا ثاني عندنا لاباز سالبه اوكي وليكسبوزون. اوكي ليكسبوزون مالها بير، بير يعني أربعة، عدد زوجي من مضاعفات العدد اثنان. اشنو في نظركم؟ شوف نظركم غنقولوا ليه عدد بوزيتيف. لماذا؟ لان ليكسبوزون راهو موجب، عفوا لان ليكسبوزون ملتيبل دو نومبر دو يعني من مضاعفات العدد اثنان، فان العدد كله راهو موجب. كتلاحظوا ناقص 3 مضروبه في ناقص 3 مضروبه في ناقص 3 مضروبه في ناقص 3. اوكي يعني 3 في 3 ناقص 3 في ناقص 3 يعني عدد سالب في عدد سالب فهو عدد موجب 9. اوكي وعدد سالب في عدد سالب فهو عدد موجب. اوكي كنجمعوا هادو كنضربوا هادو مع بعضياتهم بجوج وهادو مع بعضياتهم بجوج. اوكي شنو كتلاحظوا؟ عطاتنا عدد موجب في عدد موجب، بيان سي تعطينا عدد موجب. اوكي تعطينا 1 و تعطينا 81، الى لاحظتوا عطاتنا 81. تري بيان. نمشيو للوكا الرابعه، عندنا 2 على بويسونس 4. اوتوماتيكمون في نظركم شوفوا العدد، شوفوه بعينيكم. اول حاجه كنشوفوا واش هاد لاباز بوزيتيف ولا نيجاتيف. بوزيتيف اوتوماتيكمون العدد راهو كله بوزيتيف. علاش؟ لان لاباز بوزيتيف. تري بيان. شوفوا هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لاباز عندنا نيجاتيف. فين ما تبان لكم لاباز نيجاتيف؟ دونك دابا غنهضروا على ليكسبوزون. ليكسبوزون واش بير ولا امبير؟ الا كان بير راه العدد كله بوزيتيف، الا كان امبير فان العدد كله راه نيجاتيف. تري بيان. اوكي هنا عندنا لاباز نيجاتيف اوكي وعندنا ليكسبوزون امبير، دونك العدد كله راه سالب. اوكي تعطينا 16807. اوكي يضربنا مع بعضياتهم ولكن غتكون عندنا ناقص، بلا ما نزيد نضرب لكم ناقص 7 في ناقص 7، تعطينا ناقص 16807. تري بيان. هاد الحاله هادي خاصكم تكونوا شديتوها مزيان. الفوقانيه شنو قلنا؟
اوتوماتيكمون راه العدد موجب. لماذا؟ لان لا باز موجب، لان العدد 2 موجب. دونك هي اش؟ هي 2 في 2 في 2 في 2 سوينا ياك 16. تري بيان. بالنسبه 5 على بويسونس 3 هي اش؟ هي 5 فوا 5 فوا 5. اوكي، عندنا 5 بوزيتيف، دونك داكشي اللي غيخرج لينا راهو بوزيتيف 125. اعيد القاعده، اعيد القاعده. الله يرضي عليكم، ردوا البال، ردوا البال. ويقدر يعطيكم الاستاذ يقول لك اعطيني بالبرهان علاش هذا بوزيتيف ولا علاش هذا نيجاتيف. اوكي، عندنا ا على بويسونس ان. ا على بويسونس ان امتى كتكون بوزيتيف؟ كنشوفوا الحاله الاولى، ديك الشيما اللي عندكم في الكتاب ديالكم ديال اونيفير بلس، ديك الشيما اللي عندكم في الكتاب. ا على بويسونس ان امتى كتكون بوزيتيف؟ الا كانت عندنا ا بوزيتيف، الا كانت ا بوزيتيف اوتوماتيكمون العدد كله راه بوزيتيف. الوغ بلا ما ندير لكم ا بوزيتيف، الا كان هذا العدد ا بوزيتيف يعني موجب، الوغ ا على بويسونس ان راهو بوزيتيف. اوكي، الا كان ا بوزيتيف، العدد ا بوزيتيف، اوكي، الوغ هذا العدد كله على بويسونس ان راهو بوزيتيف. و الا كان عندنا ا نيجاتيف، هذه هي خلاصة الفقرة ديالنا ديال اليوم. اوكي، الا كان عندنا ا نيجاتيف، يعني هذا العدد ا الا كان نيجاتيف. دابا غنشوفوا عندنا جوج ديال الحوايج. غنشوفوا دابا بويسونس ان، الا كان بويسونس ان بير فان الوغ شنو؟ الوغ ا على بويسونس ان راهو بوزيتيف. الا كان ان امبير فان العدد الوغ ا على بويسونس ان راهو نيجاتيف. اوكي، نيجاتيف. هذه هي خلاصه الفقره ديال اليوم. اوكي، خلاصه الدرس ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم. عندنا ا على بويسونس ان، بينا نشوفوا لو سين ديالها، لو سين ديالها. اوكي، تري بيان. لو سين ديالها انا افيك عفوا، علاش امتى كنهضروا على الاشاره ديال هذا العدد كله؟ امتى كنهضروا عليها؟ اول حاجه كنشوفوا لو نومبر ا التحتاني و بوزيتيف. الا كان ا بوزيتيف، شنو هي ا بوزيتيف؟ هي ما فيهاش ناقص، فيها زائد. اوكي، كيبان لكم هذا ال ا العدد موجب. الا كان ال ا عدد موجب فان العدد كله راه موجب. اوكي، الا كان ا سالب، هداو عليا، الا كان ا سالب ماشي تقول راه العدد كله سالب، لا، كاينين جوج الحالات. كنشوفوا ليكسبوزون، دابا كنشوفوا ان الا كانت بير، شنو هي بير؟ هنا زوجي. اوكي، الا كان ان عدد زوجي الوغ ا على بويسونس ان راهو بوزيتيف، فان العدد كله راهو بوزيتيف. الا كان ان امبير يعني فردي، اوكي، الوغ ا على بويسونس ان راهو نيجاتيف. تري بيان، كنتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو ديال اليوم، يعني المحتوى ديال الفيديو اليوم كنتمنى تكونوا فهمتوا فعلا. بيان سيغ من بعد غندير لكم تمارين باش تفهموا اكثر. اللي ما فهم شي حاجه بتعليق بطبيعه الحال، الى كان ممكن نجاوب كل شيء التعليق. الى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش اللي ما دارش لينا عاوتاني سبسكرايب يديرها ولايك الفيديو. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.